أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة منتصف الليل والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ أطفال الجزائر بعيدهم العالمي ويجدد التزامه على العمل بلا هوادة لتوفير كل الظروف الملائمة من أجل مستقبل آمن لهم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يعزي في وفاة اللواء ناموس حميد. جثمان الصحفي السابق بالتلفزيون الجزائري المستشار السابق برئاسة الجمهورية بالعيد محندو سعيد يوارى الثرى بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة في كلمة التأبين تذكيرا بمناقب ومآثر الفقيد الذي كان وطنيا صادقا ومناضلا فذا. ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يشارك بستوكهولم في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى وفي صلب الأشغال اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19. في ملفنا الدولي التنظيمات الحقوقية في المغرب تؤكد استمرار نظام المخزن في استغلال حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني والإجهاز على حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. بداية هنأ رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على تويتر أطفال الجزائر بمناسبة يومهم العالمي، وجاء في نص التهنئة عيد سعيد لكل أطفال الجزائر الشامخة بمناسبة يومهم العالمي، وأجدد التزامي بكل إصرار على العمل بلا هوادة لتوفير كل الظروف الملائمة من أجل مستقبل آمن لأطفالنا قادة الغد. وتزامنا واليوم العالمي للطفولة احتضنت أمس القاعة البيضاوية بالعاصمة البطولة الوطنية لأكاديمية الأطفال العباقرة والتي كانت فضاء للتنافس في الحساب الذهني بمشاركة قرابة 1200 طفل في جو تنافسي، يؤكد أن الأكاديمية أصبحت خزانا للكفاءات المستقبلية لا سيما بعد النتائج الباهرة التي حققها أطفال الأكاديمية في مسابقة دولية. وليد قدر. عقول هؤلاء الأطفال الفتية تستطيع إنجاز 120 إلى 140 عملية حساب ذهني صحيحة في 10 دقائق. الحساب الذهني هو مجال التنافس بينهم، أما المضمار هذه المرة فهو البطولة الوطنية لأكاديمية الأطفال العباقرة. الإكزامان كان سهل في المتناول. لا شويه في الاباكس مي خيالي سيتي فاسيل. شاركت هذه المره دوزيام مشاركه في المسابقه باه نربح الاخر. المره الاولى ما ربحتش، المره الثانيه يا ربي نربح اليوم. نحن اليوم جد سعداء برعايه التي حظينا به من قبل السيد رئيس الجمهوريه. نحن كخليه نحاول ان ننشر او نجلب البرامج التي تطور قدرات الاطفال على مستوى العلم. الحساب الذهني احد هذه البرامج وهو لديه فوائد رائعه جدا، ولقد اصبح ياخذ شعبيه كبيره جدا لدى الاسره الجزائريه. ثمار هذه الأكاديمية اتضحت في فوز براعمها المميزين في المسابقة الدولية للحساب الذهني بكل من دبي وتايوان، ونالوا تكريم رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى تبينت في تحسن المستوى الدراسي للتلاميذ. كي شفت المسابقين تاع المسابقة الدولية وكرمهم رئيس الجمهورية تشوقت وتحفزت أن نشارك في البطولة الوطنية. موفيس تبدل قاع صافي 4 مواسم اللي يدخل لهذه المنافسات تبدل قاع. الفائزون في هذه الطبعة يرشحون للمشاركة في المسابقة الدولية القادمة للحساب الذهني، وينتظر منهم تشريف الجزائر مرة أخرى. مستوى الطفل الجزائري شفناه في الداخل مستوى رائع، في الخارج كذلك لقينا الأبناء تاعنا رائعين جدا في مسابقة دولية كنا دينا 3 مراتب الأولى، في مسابقة مؤخرا في دبي الجزائر تاعنا 17 ترتيب في منصة التتويج. العالم الجزائري والمخترع بالقاسم حبة يحق له بجدارة أن يكون قدوة لهؤلاء النشأ. انطباع وصل لكل المشاركين من خلال كلمة مصورة أرسلها بالمناسبة أضفت نكهة تحفيزية لبراعم البطولة.
انتقل إلى رحمة الله لواء ناموس حميد بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بعد مرض عضال. وأمام هذا المصاب الجلال يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى إثر وفاة اللواء ناموس حميد يتقدم السيد الفريق السعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي كلمة تأبينية للفقيد الصحفي السابق بالتلفزيون الجزائري المستشار السابق برئاسة الجمهورية بلعيد محمد السعيد، أبرز الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد سمير عجون مناقب ومآثر الفقيد الذي كان وطنيا صادقا ومناضلا فذا لم يتوانى عن خدمة الوطن والدولة بتفان وإخلاص وكفاءة تنم عن نظرة ثاقبة في إدارة شؤون الدولة. وذكر السيد عجون بما عرف عن الراحل من دماثة الخلق وصدق الكلمة وحصافة الرأي. أيها الجمع الكريم، إننا نودع اليوم أخا فاضلا ووطنيا صادقا ومناضلا فذا لم يتوان في خدمة الوطن والدولة بتفان وإخلاص وكفاءة تنم عن نظرة ثاقبة في شؤون إدارة الدولة. لقد عرف الفقيد بدماثة الخلق وصدق الكلمة وحصافة الرأي، وكان إعلاميا مقتدرا سخر قلمه وصوته لإعلاء كلمة الوطن وصون إرادته وحماية الثوابت الوطنية، وهو الذي ساير مراحل بناء الدولة في حقب مختلفة في مراكز المسؤولية وبخاصة الإعلامية منها، حيث جعلها أداة توعية في كل أبعادها السياسية والثقافية لتجسيد أهداف ثورة نوفمبر المجيدة في بناء دولة وطنية سيدة في إطار هوية الجزائر. أيها الجمع المهيب، لقد كانت مسيرة الفقيد حافلة بالعطاء المتواصل، وهو الذي عرف بالجدية والمثابرة في كل المهام التي أنيطت به والمسؤوليات التي تقلدها، وكان مثال الجزائري الملتزم بقضايا الوطن المنافح عنه بالقلم والكلمة التي تحمل حكمة وتبصرا نابعتين من رزانة ورصانة تميز بها جيل خدم الجزائر في أحلك الظروف. لم تلن له قناة ولم يتغير، وبقي راسخا في قناعاته التي أهلته لتبوء المسؤوليات الهامة في خدمة الجزائر وطنا ودولة. إن قلوبنا تعتصر حزنا وألما على فراق أخ نحسبه من الصادقين، وما أصعبها لحظة حين يقف الإنسان مؤبنا غاليا عليه. فنم قرير العين سمحند أسعيد، يا من صنع من حياته المهنية فسيفساء من الوظائف والمهام، بدأها صحفيا ومذيعا للأخبار، فمديرا لأم الجرائد الشعب، إلى دبلوماسي مثل الجزائر أحسن تمثيل، إلى وزير للإعلام، وظللت متساوقا مع قناعاتك حتى وأنت تمارس السياسة من خلال حزبك، واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ينطلق منها وينتهي إليها ولا يتردد في أي موقف يؤمن به ويراه صائبا. لذلك ولغيره كان اختيار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لك مسندا إليك ثلاث مهام حساسة قلما اجتمعت في شخص واحد،
وزيرا مستشارا وناطقا رسميا، وكنت أهلا لذلك. إن فراقك أيها الغالي أليم، وفاجعتنا كبيرة ومصيبتنا عظيمة، ولكن مواساتنا في قول ربنا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جثمان الصحفي بالتلفزيون الجزائري الوزير والناطق الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية بالعيد محمد السعيد ووري الثرى بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة، وجرت مراسم تشييع الجنازة بحضور عدد من الوزراء ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ومستشارين لرئيس الجمهورية، وسط جمع غفير من المواطنين وعائلة الفقيد إلى جانب شخصيات سياسية وإعلامية وحزبية. اللهم اعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وأدخله الجنة مع الأبرار، يا حليم يا غفار. ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، يشارك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يومي 2 و3 جوان 2022 في اجتماع بيئي دولي رفيع المستوى تستضيفه العاصمة السويدية ستوكهولم تحت شعار ستوكهولم بعد 50 عاما، عافية الكوكب من أجل ازدهار الجميع، مسؤوليتنا فرصتنا. ويهدف هذا الحدث الدولي المنظم من قبل الأمم المتحدة إلى تشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء لفترة ما بعد كوفيد-19 وإرساء نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة عام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. كما يعقد هذا الاجتماع تزامنا والاحتفال بالذكرى 50 لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة في 1972 بشأن البيئة البشرية، وكذا مرور 5 عقود من العمل البيئي العالمي. مؤتمر ستوكهولم يعود إذن بعد 50 عاما من أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بمشاركة الجزائر كواحدة من الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لتقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. مبعوثة التلفزيون الجزائري إلى ستوكهولم سكينة محمود عليان. إنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات التغيرات المناخية لم يعد متاحاً لوقت طويل، ما يجعل من مؤتمر ستوكهولم الذي يعود بعد 50 عاماً من أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن قضية البيئة أمام تحديات ومسؤوليات عدة. اجتماع بيئي حاسم تشارك فيه الجزائر كواحدة من الدول التي صادقت على مجموع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاث الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. وكانت الجزائر قد رافعت للإسراع في تجسيد مقترحها لإنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية الناجمة عن تغير المناخ، والذي اعتمده مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. مؤتمر ستوكهولم فرصة أخرى لتجديد مواقف الجزائر للتأكيد على أن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤولياتها التاريخية، بالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها وبين الدول السائرة في طريق النمو، وتأكيد على وفاء الجزائر بالتزاماتها من خلال مخططها الوطني للمناخ للفترة 2020-2030.
كما تعد الجزائر من أوائل المبادرين بمشروع واعد منذ عقود خلت، وهو السد الأخضر الذي تعمل على إعادة بعثه وتوسيعه. مكافحة التغير المناخي ظاهرة عالمية من الرهانات التي تضعها بلادنا ضمن مختلف المخططات والاستراتيجيات التنموية الشاملة من خلال مقاربات براغماتية تخدم أسس التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة. تتجه الأنظار نحو ستوكهولم، النواة الأولى للدبلوماسية البيئية، فبعد 5 عقود يعود المؤتمر إلى نقطة انطلاقه لمناقشة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتضم الجزائر صوتها وجهودها لأشغال هذا المؤتمر على أمل الخروج بتوصيات تنقذ كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية. سكينة محمود عليان، التلفزيون الجزائري، ستوكهولم. أشرف أمس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على تنصيب منادي راشدي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين. المنصب تم استحداثه لأول مرة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 0519. وقد أوكلت للوكالة مهام صياغة التشريعات واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية، إضافة إلى إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات. هذه السلطة اللي راح تلعب دور هام في إطار الرقابة وكذلك تأمين وأمان كل المنشآت النووية. من مهام هذه كذلك السلطة هي كذلك مواصلة في المشاريع التي قمنا بها لحد الآن مع المحافظة الطاقة الذرية، وهي مشاريع كذلك تدخل في إطار النشاط النووي في الجزائر، النشاط السلمي النووي السلمي في الجزائر، وكذلك مشروع الكهرونووي اللي هو من أهم مشاريع كذلك اليوم اللي رانا نحضروا فيه. إن السلطة ستسهر على تطبيق أحكام القانون، وهي تسهر على مطابقة جميع النشاطات التي تستخدم الطاقة النووية ومصادر الإشعاعات مطابقتها مع أحكام القانون. الهدف من هذه السلطة ومن هذا الإطار التشريعي هي حماية أولا المواطنين، حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من مخاطر الإشعاعات ومخاطر النفايات النووية. برلمانيا، عقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، حيث درس المكتب خلال الاجتماع جملة من النقاط، من بينها التصريح بشغور مقعد نائب والتجديد السنوي لهياكل المجلس. كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية للشروط القانونية المدعى، بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية والبرنامج المتعلق بالجلسات. وتحسب الانطلاق الألعاب المتوسطية، وقف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي بوهران على جاهزية الملعب الأولمبي والمنشآت التكميلية المحاذية لها، حيث حضر عملية تركيب آخر التجهيزات التقنية لتربط وهران ساعتها على توقيت الحدث المتوسطي. المركب الجديد بسمات عالمية ومقاييس دولية يضاف لتلك الإنجازات النوعية الشاهدة على حرص الجزائر توفيرها قصد إنجاح الدورة 19 للألعاب التي ستجمع شعوب المتوسط. في الرياضة، دائما استحدثت وزارة الشباب والرياضة منصة رقمية خاصة بعنوان تذكرة، يتاح من خلالها للمناصرين اقتناء تذاكر مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ضد نظيره الأوغندي عبر الانترنت، وهذا برسم الجولة الأولى لتصفية كان كوت ديفوار 2023. التفاصيل مع هشام سعدودي. والان مونافي شوفها بحاجه مليحه يعني، ويتشرى تيكي بار انترنت خير من تجي تشرى في الكيشي، تما هذه حاجه مليحه بزاف لبلادنا. ارتياح كبير للخطوه الجديده، تذاكر مباراه المنتخب الوطني لكره القدم المقبله سيتم اقتناؤها الكترونيا، فكيف ذلك؟
إذن المنصة بعنوان تذكرتي.mgs.gov.dz. لما تدخل تروح تسجل نفسك. الآن نجو لصفحة أخرى اللي هي الصفحة المهمة اللي لازم يكون عندنا بطاقة تعبير الجزائر أو بطاقة بنكية اللي من خلالها نشروا البي تاعنا التيكي تاعنا التذكرة الإلكترونية. قمت بعملية التسجيل كل البيانات الخاصة بالبطاقة الذهبية ودرت موافق. الآن مبروك عليا، عندي تذكرة دخول إلكترونية لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد أوغندا. قمنا بطبع التذكرة، راح ندخلوا أمامكم في دخول تجريبي طبعا إلى الملعب بهذه الطريقة. تفضلوا، نجيبوا التذكرة التيكي نحطوه في هذا الجهاز القارئ والباسح للتذكرة أونتري ناو. إذن الآن يسمح لنا بالدخول بهذه الطريقة بطريقة سهلة وسلسة. نذكر بأنه يجب طبع التذكرة للدخول إلى الملعب، يستحسن ويجب طبع التذكرة، والتذكرة صالحة لشخص واحد. بمجرد الدخول هذه التذكرة تصبح غير صالحة. بعد ذلك في التذكرة يوجد المكان وطبعا المنطقة الخاصة بالأنصار. كنا نطبعوا المشاكل، الاصطاد، الدخلة، هذا فوق هذا، اللي طيح يتغاشى، واحد يحبس قلبه. تيكيات كنا نشروهم في مارشي نوار، تقام لنا الدوبل، دوكا نشروهم من الانترنت. هاد التذاكر الإلكترونية تسمح لنا عدة أمور إيجابية. الحاجة الأولى أننا ما نزيدوش نشوفوا المظاهر هذيك. الحاجة الثانية نقضيوا على التذاكر اللي تباع في السوق الموازية. قرار شجاع ويعني وراح إن شاء الله يقدمنا الخير وراح يعطي حتما صورة جديدة للثقافة الرياضية، لثقافة المناصرين. في انتظار أن تعمم على باقي ملاعب الوطن وفي كل المنافسات. قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي في دورته 26 المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار توجيه تنويه خاص لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وللحكومة الجزائرية بعد تسليمها لمقر مركزي التبادل بالجزائر العاصمة لإدارة الاتحاد. ونوه أعضاء المجلس التنفيذي بحرارة بالدعم الكبير غير المشروط الذي تقدمه الجزائر للاتحاد. وفي سياق التحضيرات الجارية لموسم الحج تتواصل تسجيلات الحجاج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث وفرت كل الظروف لسير العملية كالفحص الطبي والتنقل للبنك لإتمام عملية الدفع لإنهاء الإجراءات المالية قبل الحصول على جواز سفر الحج. هذا وقد قدرت حصة الجزائر هذا العام بأكثر من 18,000 حاج. خلص اليوم الدراسي حول دعم البحث العلمي والابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء في المجال. خلص إلى ضرورة توقيع استراتيجية شاملة بالتنسيق مع كافة القطاعات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. التفاصيل مع إلهام عشير. تحقيق الأمن الغذائي وضمانه في ظل تحديات جمة تفرضها التغيرات المناخية إلى جانب السياق الدولي وما يعرفه من نزاعات جيوسياسية هو ما يهدف إليه هذا الملتقى. الآن المجلس الوطني الشعبي عنده ممثلين تاع كل الوطن، كل الشعب يأخذ على عاتقه هذه القضية. مقاربات علمية أكاديمية بحثة يطرحها المشاركون والتي لم تغفل المعطيات الاقتصادية للواقع الجزائري. كيف نجند البحث العلمي وكيف يساهم كل البحث العلمي بكل جوانبه في الوصول إلى الأمن الغذائي في الجزائر؟ من حيث الكم الجزائر يعني متحكمة في حاليا في الكميات نتاع حسب المعايير نتاع الأمم المتحدة، حتى من ناحية الترتيب ده ترتيب لا بأس به. دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وترقية الابتكار في مجالات الأمن الغذائي بإشراك الفاعلين الأساسيين إلى جانب إشراك المجتمع المدني في وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات من بين التوصيات التي خلص إليها هذا اليوم الدراسي.
بدعوة من المدير العام للشرطة الإيطالية لومبرتو جيانيني، قام المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ يومي 29 و30 مايو المنصرم بزيارة عمل إلى المديرية العامة للشرطة الإيطالية. المدير العام للأمن الوطني استهل هذه الزيارة التي تندرج في إطار التعاون الشرطي بين الجزائر وإيطاليا بمحادثات ثنائية جمعته بنظيره الإيطالي لتتوسع بعدها إلى وفدي شرطة البلدين، حيث تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي المشترك لا سيما في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطوير القدرات الشرطية في شتى التخصصات. وبالمناسبة ألقى المدير العام للأمن الوطني مداخلة بالمدرسة العليا لتكوين ضباط الشرطة الإيطالية بروما تمحورت حول آليات مكافحة الجريمة المنظمة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 مايو المنصرم العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. خالد حاج جلالي والتفاصيل. محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 61,248 لتراً لكل من تمرست أدرارت بستارف وسقهرس. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا وأنقذوا 17 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 324 مهاجراً بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا وفي الشأن الصحراوي، دان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو بشدة سياسة القمع والتنكيل والتضييق والحصار التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في حق المناضلين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين، حيث طالب المكتب الأمم المتحدة بتحمل كامل المسؤولية في حماية المواطنين الصحراويين العزل والوقف الفوري لعمل
عمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية والتعجيل بتأدية واجبها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال غير القابل للتصرف ولا للمساومة. من جهتها أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا أنه أمام الوضع الصحي الذي لم يعد يسمح لها بمواصلة النضال قررت أخيرا قبول مناشدة المناضلين والمتضامنين معها بالسفر للعلاج بالخارج، مشددة على أن هذه الرحلة الاستشفائية ستفتح لها آفاقا جديدة لخوض معركتها النضالية ضد الاحتلال المغربي. هذا وقد أكدت المنظمات الحقوقية المغربية أن نظام المخزن يستمر في استغلال حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات وتوظيفها في الإجهاز على العديد من الحقوق والحريات الأساسية للشعب المغربي. بدر الدين عباسي. حشومة نوصلوا لهذا المستوى ديال القمع، حشومة تيديروا لنا هنا، احنا ماشي في حظيرة، شوك تيديروا لنا بالتفاهة، هذه دولة بوليسية ماشي دولة مدنية. هي ظلته حيثما وجدها ذريعة للقمع والتضييق، فنظام المخزن المغربي يواصل سياسة الإجهاز على حقوق مواطنيه وحرياتهم غير آبه بحالهم الذي لا يبدل سوءه إلا حال أسوأ منه. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان وفي بيان له قال إن سلطات بلاده تستمر هذه المرة في استغلال حالة الطوارئ الصحية لتوطين التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات سيما في مجال الحقوق والحريات، حيث يسجل المغرب موجة حادة من التضييق على المعارضين والمدونين والصحفيين بتلفيق التهم لهم ما افترى منها وما أفك. تهم جاهزة، كنقول الأخ النوش فين غادي بينا، أخ النوش فين غادي بينا. المخزن يظن على أنه بهذا القمع سيوقف غضب الشعب المغربي، نحن داخل الجبال الاجتماعية جنستمر. احنا تقارنا مع الشعب المغربي، وبالتالي احنا هنا اليوم وحنا غدا وحنا بالغدا إلى أن تغير كل هذا الواقع اللي المشين والمتردي وهذا الواقع ديال القمع ديال الغلاء ضد التطبيع. احنا اليوم من أجل هذا واقفين، وقفنا سلمية وغنوقفو وغنبقاو واقفين. وضع نددته بشدة أكثر من هيئة حقوقية مغربية ودولية، لكن نظام المخزن يتعامل معها بسياسة الأطرش الغائب عن واقع شعبه ووعي مواطنيه. شعب لم يجد بدا من تراجع قدرته الشرائية إلا بالخروج للشارع وإعلاء صوته الرافض لممارسات نظام لا يريد الحوار إلا بلغة الضرب القمع والتعنيف، في الوقت الذي يمد هذا النظام الخائن يد العون للفساد وعربيه داخل المملكة. ملخص الوضع هنا وأبعاد الصورة أوجزه القول الذي مفاده أن الفساد أصبح من المقدسات الوطنية للدولة المغربية، ومعنى الكلام تفسره كل المفردات من رحم الظلم والمعاناة للشعب الثائر الشقيق. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس شاب فلسطيني بالرصاص الحي وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين شمال الضفة الغربية، فيما استشهدت صحفية فلسطينية أخرى أسيرة محررة منذ شهر متأثرة بجروحها الخطيرة جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل بالضفة الغربية. لتندلع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين على مدخل مخيم العروب مسقط رأس الشهيدة. وبالعودة إلى إحياء اليوم العالمي للطفولة، نظمت وزارة الثقافة والفنون يوما دراسيا بإشراف وزيرة القطاع سوريا مولوجي بعنوان المصلحة الفضلى للطفل رهان وتحديات. اليوم الدراسي حضر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار والمفوضة الوطنية لترقية حقوق الطفل مريم شرفي وإطارات في السلك الأمني وإطارات في الدولة. وبالمناسبة أيضا زارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي الأطفال المرضى بعدد من مستشفيات العاصمة، حيث أكدت مساندة الهلال الأحمر ووقوفه الدائم بجانب الفئات المحتاجة إلى الدعم نفسيا كان أو ماديا.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة وتعزيزا لرابطة جيش أمة، نظمت أمس قيادة القوات البحرية خرجة إلى البحر في رحاب ميناء الجزائر على متن قاطرة أعالي البحار المنجد لفائدة أطفال وتلاميذ من جمعيات ومؤسسات تربوية من مختلف ولايات الوطن. المناسبة كانت فرصة للأطفال للتمتع بالجولة وبجمال الواجهة البحرية للعاصمة، حيث عبروا عن فرحتهم وشكرهم للجيش الوطني الشعبي على مثل هذه المبادرات التي ستبقى راسخة في أذهانهم. نشكر الجيش الوطني الشعبي على هذه الجولة اللي داروها لنا بالبابور، اللي خلاتني نتعلم بزاف وشفت بزاف مناظر، تعلمت كيفاش يديماريو بابور. ونشكر الجيش الوطني الشعبي ونشكر البحرية، واني ندير كاع واش نقدر باش نقرا مليح وكي نكبر نولي قائد باخرة. تنمير هو نسقي لا جورني مونديال برشي مشطحانين ودري ني تنمير هو المينيستير دو لا ديفونس افلا سورتي كارت خما كاكي اسقي رشي مشطح ادني وين كني لاسوسياسيون هكيك تيرابي ديكوفري ني دو باتو ميليتير ادينا تنمير وين بون فيت تكوي ورش الموندون. السلام عليكم، اليوم حبيت نشكر الجيش باسكو داروا لنا هذه الفرصه الجميله باش نشوفوا الجزائر من البحر ونشوف البابور كيف يشتغل، ونشكر بزاف الجيش وبارك الله فيهم. وفي لفتة منها نظمت قيادة الحرس الجمهورية أبوابا مفتوحة لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالمناسبة أكد قائد الحرس الجمهورية الفريق الأول بن علي بن علي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة الاتصال والإعلام بقيادة الحرس الجمهوري أن هذا النشاط الاتصالي الهام يهدف إلى توطيد العلاقة بين أمتنا ومؤسستنا العسكرية وتعزيز اللحمة الوطنية والتضامن والتآزر. التفاصيل مع نادية علمي. ماريا واحدة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين همسوا اليوم في أذن الحصان، لمسوه وداعبوه. المناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، والمكان الفوج 11 للخيال والمواكبة لقيادة الحرس الجمهوري الذي فتح أبوابه لفائدة هؤلاء الأطفال بهدف توطيد العلاقة بين أبناء أمتنا ومؤسستنا العسكرية وإدخال البهجة والسرور في نفوس الناشئة، خاصة فئة الأطفال أصحاب الهمم. أنا هنا مع عصام أبيض على الطفولة، نحبكم بزاف، فرحتوني بزاف، نحبكم، أبدا نزيدكم في الجنة، تحمكم وكرم عمرها، أبدا نزيدكم. قيادة الحرس الجمهوري على هذه المبادرة التي قاموا بها وقيامهم بنشاطات متعددة أدخلت الفرحة والسرور في قلوب هذه الفئة. عجبني بزاف فور. إسعاد البراءة متعة حقيقية، فما بالك بعلاجها وشفائها. فمن خلال هذه النشاطات الاتصالية تم إبراز كيفية استخدام الخيل في علاج الاضطرابات السلوكية للمصابين بالتوحد ومتلازمة داون، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية. بهذه الطريقة نحاولوا أنهم نخليهم يندمجوا مع العالم تاعهم، مع الحياة تاعهم، مع الأهل تاعهم، مع الأصدقاء تاعهم، ولقينا باللي هذا العلاج عنده لبينيفيس، فوالا، عطاوا فوائد كثيرة. دونك الطفل دابوغ يتسكالم، دونك يولي يقدر يتجاوب مع الأهل. إلى جانب ركوب الخيل نظمت ورشات عديدة مثل التلوين وعروض في الفروسية أدخلت الفرحة في نفوس هؤلاء الأطفال. عندي حبيبة يا طفولة، يا طفولة، لا أهل وسهلا في كل مكان، لا أهل وسهلا في كل زمان، عشر سلاما دوما والحرية، عشر سلاما دوما والحرية.
وبهذه الأجواء الاحتفائية نطوي معكم مشاهدين أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة بحول الله، في أمان الله.